هذا الحديث متى صار؟ هذا الساعة 2:00. الساعة 2:00 بالليل. قمت على 2:00، سمعت حس إشي وشي، قمت إلا النار مهربجة، الدخان مش شايفة إشي، ورغم إنه عتمة عنا فيش كهرباء ومش شايفة إشي شيلة، وصرخ فاخر ولقي مراد قومه، قام وهذا اللي شفته الولد إسا كيف حالته، قام يصرخ هيك يابا، قام يطفي صاروا يطفوا، وهاي البنت نسيتها ونسيت ولد فيي. أنا شايف إنه عندك بنت رضيعة. عمرها سنة وشهرين. جيبها ولك فيقها ولك إيه مختار، وين هي؟ وهي بالتخت محطوطة، هي تختها شايفة كيف النسمة الأسود؟ تن فيقتهن وقاموا طفوا هالنار وطلعنا قعدنا برا للساعة 4:30، وإحنا كزينا من الساعة ما قدرناش نفوت على الدار. أنتوا فيش عندكم كهرباء؟ فيش عندنا كهرباء من رمضان، من آخر رمضان وإحنا بلا كهرباء ولسه بعدنا. حكينا مع الرئيس عمر بدنا مش لبيت. خلينا أنتوا توجهتوا لقسم الشؤون الاجتماعية؟ توجهتوا لقسم الشؤون الاجتماعية؟ وجهنا لسه جبت لهون وشافوا الوضع. خالد شلش أجا لهون؟ لا ما جاش خالد، أجت نجاة وأجت أميرة. وبعرفش كأنه ما كانش. نعم. رحت أنا. شافت شو الوضع؟ شافوا شو الوضع؟ شافوا الوضع. قلت علي يوم السبت. وأنتوا يعني كنتوا حاطين شمعة هون يعني بدكم تضيئوا الغرفة. بدنا نضوي الغرفة بدنا نفوت. لأنه فيش عندكم كهرباء. فيش عندنا كهرباء، لما بقوم ولد بدي يشرب بدي يقوم على الشروطين فيش. عايز بدي يقوم. وحتى جوز مرتين بالليل يقوم ويخبط راسه بالساس هورا. نعم. ويدب على الأرض. يعني عنده مشكلة صحية. عنده مشكلة إلا. نعم. يخبط ويقع وراسه وما يعمل، انت شفته مره لما اجينا. وانت بقواك الذاتيه يعني انت طفيت الكهرباء النار هون؟ لا، اللي طفوا انا ولادي. ما فيش في عقل، انا ما حتى بنتي ما قدرتش اطلعها. انا وقفت هون كيف انا مش وصيح وصيح ومش قادره اتحرك. جسمي يرج ولادي واقول ولك البنت ولك اختك، اخر شيء طفت لنا بالبنت وطلعناها. يعني انا كنتش واعيه لاشي، مش قادره اعمل اشي، زي اللي تربطت بطلت اقدر اعمل اشي. هي الحرمات طفوا النار طفوها، اخر اشي فاق الولد برضه ذاك اللي كان كان ولد بس نايم غير. يعني لما فقتش كان رحنا كلياتنا والله. شايف برضه الحاف والفراش كله عليه نار. كله. هي هون الفرش كان نايم عليها الولد. يعني لما فرقتش صوت فيقته كان هو. واجري حتى بقول لي يما اجري انحرقت وانا اساوي. ايش اعمل؟